أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الإنسان المستدرك إذا أراد أن يدخل أولاً في الصلاة لا بد أن يستحضر نية الاستدراك، نية الإدراك. ونية الاستدراك ما فاته مع الإمام، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام، لا أن يغفل عن تكبيرة الإحرام. وقد ذكرنا لكم سابقاً أن بعض الناس يعني جلس زمناً فترة زمنية يقضي تكبيرة الإحرام عندما يقوم للقضاء بعد سلام الإمام، ظناً منه أن تكبيرة الإحرام تقضى مع الركعة الأولى، فكان يدخل مع الإمام حيث وجد الإمام، إذا وجده في الركوع، إذا وجده في القيام، إذا وجده في السجود، في أي مكان يدخل، ولكن بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مما قد فاته مع الإمام، ويواصل صلاته. ثم بعد ذلك إذا ما سلم الإمام قام هذا الرجل وكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وأتى بالركعة التي فاتته، وهكذا قضى فترة زمنية من عمره. أيها الإخوة، هذه القضية خطيرة جدا. يأتي الإنسان يوم القيامة لم يصلي لله صلاة، أو لم يصلي تلك الصلوات التي يستدرك فيها مثل هذه الطريقة، أو يقوم بالاستدراك بهذه الطريقة، هذه محسوبة عليه، هذه الصلوات مخاطب هو بها، فلا بد أن يؤدي هذا الإنسان ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه بإتقان، ويؤدي ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه بعلم، ويسقط الواجب المتحتم عليه، لأن الله سائله يوم القيامة، هذا فرض افترضه الله عليه، تعلم كيف تسقطه إسقاطا صحيحا. وها نحن الآن كذلك سيأتينا فرض العشاء، فرض صلاة العشاء، لا بد على كل واحد منا أن يضبط كيف يسقط هذا الفرض الذي عليه، لأن كل فرض لا يعود إلا إلى يوم القيامة، لا يعود إلى يوم القيامة. فرض المغرب الذي انقضى الآن لا يعود إلى يوم القيامة، لا يعود، يعني صلاة المغرب التي صليناها لا تعود، ذهبت مع يومها، وستأتينا صلاة مغرب ليوم جديد. وهكذا صلاة العشاء التي سنصليها هي غير صلاة العشاء التي صليناها بالأمس، أما التي صليناها بالأمس فقد ذهبت. فإذا لا بد للإنسان أيها الإخوة الكرام أن يتفطن لبعض هذه الجزئيات، كما نبهنا على في غير مرة أن بعض الناس يغفل عن بعض التنبيهات، وبالتالي يقع في أخطاء كثيرة، كما ذكرنا في الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في حالة الوضوء. محافظ على الصلاة، هو محافظ على الصلاة، ولكنه عندما يتوضأ يكشف عن ركبته أثناء الوضوء، يعني يرفع ثيابه حتى يكشف عن ركبتيه خشية أن يلحقه أو يصب عليه الماء، ولا يظن أن هذا العمل معصية ومخالفة شرعية، ولا تصح الصلاة ولا يصح الوضوء، لأنه في مكان يراه الناس والناس معه، وهو لا يعير ذلك اهتماما، ويأتي محافظ للصلاة، وهكذا ديدنه في حياته
دون أن يتفطن ودون أن يتعلم ودون أن يتنازل لأن يحضر مجالس العلم. كذلك تكلمنا في صلاة المصلي على الكرسي، وكم آلمني عندما يقع كثير من الناس الذين يصلون على الكراسي في أخطاء كثيرة لا تقيم لهم صلاة شرعية. هذا الإنسان، ضربنا مثالا أن هذا الإنسان قد لا يستطيع الركوع ولكنه يستطيع القيام فيصلي على الكرسي، لا يستطيع القعود فيصلي على الكرسي، لا يستطيع القيام فيصلي على الكرسي، لكنه يسقط كثيرا من الأركان التي يستطيعها. هذا الإنسان لا يستطيع على القيام، لكن هل تستطيع أن تسجد تنزل للسجود؟ الجواب نعم يستطيع، هو لا ينزل إلى السجود. هل تستطيع أن تقعد؟ هل تستطيع أن تأتي بهذه الأعمال التي هي، هل تستطيع أن تقوم وتركع ثم تواصل قعودك؟ فيسقط هذا الإنسان أركانا يعني في الصلاة، وبالتالي صلاته غير صحيحة، لأنه ما تنازل يوما من الأيام يأتي ويسأل أهل العلم ويقول لهم اشرحوا لي كيفية الصلاة على الكرسي، ولم يتنازل، لم تطاوعه نفسه أن يحضر حلق العلم لكي يتعلم ويتفقه ويصيبه من الخير ما أصاب غيره من الصالحين، لم يتنازل، ويبقى هكذا حاله يمن على الله تبارك وتعالى بهذا الفرض الذي يؤديه ولا فرض له. فأيها الإخوة الكرام، هذه التنبيهات في أحكام الاستدراك، كذلك نبهنا على أن الأفضل للإنسان ألا يتحرك إلا بعدما ينقضي سلام الإمام، عندما يسلم الإمام وينقضي سلامه يقوم الإنسان متحركا إلى القضاء. أما أن الإمام بعد ذلك ساعة يقول السلام عاد صاحبنا في الأعلى، ما هذا؟ ما هذا الاستخفاف؟ نعم العلماء قد اختلفوا في من فعل ذلك، وبعض العلماء عذره ولكنه فاته الراجح، فاته القول الصحيح، فاته يعني العمل الذي المطلوب منه. كيف ينفلت والإمام لم تنتهي صلاته؟ ففي هذه الحالة لا بد أن تنتهي صلاة الإمام فتنقطع متابعته للإمام، فيبدأ هو يقوم في شؤونه بعد ذلك. نعم.